مساء الخير، مساء الخير يا ناس الحنايا ويا ناس الجزائر بعامة. اليوم رانا في بلدية زنادة. هذه البلدية ما تبعدش على الحنايا بزاف، وحنا من جينا ما جيناش على جال البناء تاعها ولا الحضارة ولا الثقافة تاعها، حنا جينا على جال واحد الملائكة، واحد البنت صغيرة مسكينة راها تتألم، وراها تتألم بصمت، واللي راه يتألم معاها هو الأب تاعها، واللي راه يتألم أكثر هما الوالدين، وخاصة الأم تاعها والوالدين كاملين. حنا رانا نشوفوا واحد المريضة هنا، هي يسميوها أمينة، غادي نتنقلوا لعندها، غادي نتنقلوا عند هاجر. هاجر هاد الملائكة صغيرة، شوفوا الوجه تاعها، شوفوا هاد البسمة تاعها، ونحسوا باللي كاين واحد الحزن ولكن راها تتألم. نشوفوا هاد المرض تاعها، ونشوفوا هاد الأخ وهاد الشاب يحكي لنا على هاد المرض تاعها، وقلنا واش راك تشوف هاد البنت هادي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بعد ما كنا عند الأخت أمينة، رحنا تنقلنا عند الأخت، وما نقولهاش الأخت، أنا نقولها بنتي هاجر. انا نقولها بنتي هاجر بن بوناس، قعرها بنتنا، وكامل كامل نحسوا كما راكم تحسوا نتوما. ومن بعد اللي شفت الحاله نتاعها، انا زدت تاثرت اكثر واكثر واكثر، ونتمنى من الناس الحنايا، نتمنى من الناس تلمسان، من كل واحد يشوف هذه الحاله هذه يعتبرها بنته. ورحنا دايرين، احنا ديجا رحنا دايرين انونس في الحنايا، دايرين في الرمشي، دايرين في كل بلاصه، دايرين قواطة، ودايرين هذه. نتمنى كل ما يشوف هذا الملاك، هذه ملاك، ملاك بالنسبه لنا، ملاك يعاونها في سبيل الله. وكل من واحد حط 100 دور ولا 1000 لهذا البنت هذه، والله غير اجرها على الله، قسما بالله غير اجرها على الله. وانا خاص انا ما جبرتش كيش نعبر على هذه بنتي، هذه ما صبتش كيش نعبر عليها، راها بنتي وما صبتش كيش نعبر عليها. نترك الكلمه للاب نتاعها، هو اللي يزيد يفصلنا اكثر واكثر. نظن هذا الورم ما نظنش باللي حاجه كبيره، والله يا لو كان الناس تتعاون، لو كان غير بدوره دوره 20 دوره 100 دوره 1000، والله نقدروا نديروا المعجزه. دوك نرجعوا للاب ونقولوا له كيفاش راك تشوف هذه الحاله هذه، واش راك تحس انت في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحاله زادت معاها خليقه تاع ربي، الحمد لله يا ربي، الحمد لله، قال لي تجي من عند ربي. الحمد لله، الحمد لله. ومشيت لتونس وقال لي باللي العمليه تستكلف 5000 اورو. ايه مش عارف شحال جبت. 5000 تجي 500 مليون. لا 90 مليون. ها 91 مليون. ايه 100 مليون، سمي هكا 91 مليون. 5000 اورو ماهيش حاجه كبيره بالنسبه للناس تاع الخير، ماهوش حاجه كبيره. زيد كملنا يا الاخ. نتمنى انا بنتي تلبس الصبا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. الحاجه واش تقول لنا؟ هذه بنت ولدك ولا بنت ولدي؟ واه واش تقول لنا يا الحاجه؟ نطلب بنيتي تريح لي وصاي تبرالي من هذا. هذا الحاجه تعرفي باللي هذا ابتلاء، وربي اللي يبليه الا يبغيه ربي. مات الانسان اللي يبليه ربي يبغيه، لو كان ما يبليكش كلي ما هذاك. الانبياء والرسل ربي بلاهم، ولكن نتوما راكم تشوفوا في هذه البراءه، واش راكم تشوفوا فيها؟ راكم تشوفوا فيها باش تلعب كي الناس، تخرج هذاك، ولا الاب تاعها من يشري لها صباط يشري لها باش تلبسه؟ ولكن نتوما واش راكم باغين؟ انا باغيني تشفى النار بنيتها. واش راكم تطلبوا من هاد الناس المحسنين هذا؟ السعاده ما عندهاش باها، لا غالب لا غالب ما عندهاش. حنا دائما رانا نقزوا الفقراء، وحنا رانا في خدمه الفقراء هذه، خاطر اليوم عليا وغدوه عليك. كامل عندنا ابناء وعندنا اولاد وعندنا هذاك، بصح حتى حنا اليوم علينا وغدوه عليك، ولكن ربي دار الخير، ربي دار الخير، وربي عطى كل واحد عطى له الخير، ماشي باش ياكل غير ليه. يعاونوها ويعاونوا والديها وسلام شويه. نشوفوا هاد الشباب اللي راهم هنا، اللي راهم حتى هما يسعوا للخير، واش تقولوا لنا على هاد انا بالمناسبه لهاد الشباب هادو، نشكرهم، راهم واقفين معنا بالبزاف. وحنا ما احنا لا مجموعه نتاع كما نقولوا احنا جمعيه، ولا احنا جماعه متطوعين للخير هذا مكان. انا كما يقول لك تلمو اثرت فيا بنتي هاجر، تلمو اثرت فيا، درت هاد الشباب هادو معايا وراهم واقفين معانا، ورحنا ننمو لها الشيء اللي كتبه ربي باش ان شاء الله باذن الله تشفى لنا ان شاء الله، ودير العمليه وتكون على خير. تزيد تقدر تورينا همرة نشوفوا هنا هاد الكوارث هادو من بعد اللي جاوا من تونس وعطاوهم التقييم شحال، من بعد اللي جاوا من تونس وعطاوهم التقييم شحال تسوى العمليه نتاعها.
هاو التقييم امامك انت على الطبيب اسمي الطبيب دكتور تركي دكتور تركي في تونس هو اللي راه داير لهم تقييم تاع سامي الاورو هما دول لي بابي كلهم امامك هنا نظن 5000 اورو ماهيش حاجه كبيره بالنسبه للناس الخير ما همش حاجه كبيره يقدروا في اسبوع تكون هاد القيمه هذه تكون هذا شكون اللي عنده كلمه ماذا بينا يزيد نقول الحمد لله ربي يختبرنا يختبر كاع العباد وربي دارنا هادو كتجارب باش يشوف المؤمنين المؤمنين احنا نقول الله يكثر المؤمنين هذه ملائكه هذه تكبر ان شاء الله وتريح بالمساعده تاع الناس الشعب المحسنين اللي عنده شي دورو يحطها في سبيل الله لخاطر قادرين كاع نمرضوا قادرين كاع ولادنا يمرضوا قادرين احنا ثاني كيف يعني نطلبهم ان شاء الله يا ربي الناس اللي راها تشوف هاد البراءه هذه ما شاء الله هذه بنت الجزائريين كلهم وبنت العرب كلهم وبنت المسلمين كلهم لازمهم ان شاء الله يعاونوها ويعاونوا خوتهم كاع المحتاجين خطر علاش اليوم الدراهم راهم يفيدوا والو عندك ولا ما عندكش كيف تهود الحضره تهود الحضره الاخ نسيت حاجه باش نقولها هذا المرض هذا نتاعها ماشي خطير 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 للدرجه باش ينحيوا لها الرجل نتاعها هنا كانوا باغيين ينحيوا لها الرجل نتاعها ومن بعد اللي طلعوا لتونس وشافوا كل هاد الطبه واللي فحصوها واللي قال لك ما تنقش رجليها ما عندهاش مرض خبيث ما عندهاش مرض اللي اثر فيها عندها مرض باش تخدم رجليها ويتنحى هي تدخل في الجراحه التجميليه الجراحه التجميليه هذه ما تطلبش احنا اللي ماناش طب ونعرفوا هاد الصوالح هذه التجميل ماهوش حاجه زعما قال غير واحد وقطع وصاي هذه قادرين هاد الورم يقلعوه سهله وهاد النفخ يعاود يولي وترجع رجليها كما كانت هذا ما كان رساله قال لي عندها شي بنت وطفله كيما هكا براءه يشوف الوجه ربي ويشوف الملائكه هادو باش ربي يرحمنا تعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان وديروا اليد في اليد هذه الناس كاع دايره عندنا زلزله في الجزائر زلزله نتاع امراض الناس راه كاع راه تشكي المشاكل كثروا ماذا بينا ربي راه يختبرنا وراه يشوف فينا اسكو رد الفعل نتاعنا واش هو خاصنا نحسوا كيما راهم يحسوا والديها ثاني كيحسوا اكثر منا بصح ثاني راها بنتنا نحسوا ثاني كيما راه يحس هو باسكو حتى حنا عندنا وليداتنا ونعرفوا روحنا ربي هو اللي راه يمد يا عباد الله شوفوا هذا الوجه هذا الطفله شوفي فيا شوفي تما هاي ما شاء الله عليها هذه برعومه ورده هذه نظن هذا الكلام راه وصل للصميم وماذا بيا انا نعرف وين لو كان واحد يبغي يعاون وين غادي نجبروا هذا لو كان واحد يبغي يعاون احنا درنا قواطه ودرنا دار لانونس بصح احنا دوك القواطه دايرينهم للقهاوي دايرينهم للحوانت الرقم الهاتف تاع الاب نتاعها مباشره يتصل بها عطينا قرنا الرقم هذا الرقم نتاعها هو 07 99 89 33 68 هذا هو الرقم نتاع الاب نتاعها مباشره يجي لعندها يجي راه يعرف المقر دروك راه يعرف الدار ما يجيش عاود لنا اعطينا ماذا بك عاود اعطينا العنوان في بلديه زناته العنوان في بلد زناته راه ماهوش بعيد بزاف راه كي يجي داخل زناته ان شاء الله الرحمن الرحيم راه كاين الجامع كاينه بلاصيطه عند الجامع كي يوصل تما ما كاش اللي ما يعرفش هاجر في زناته كلهم يعرفوا هاجر وكلهم وان شاء الله الرحمن الرحيم يديروا اليد في اليد احنا نقصنا هاد النخوه نقصت من عندنا لو كان بصح تجي في قلبنا هاد النخوه ونديروا اليد في اليد خدنا هاجر ما نحتاجوا حتى الواحد باش يطلعها ولا يديرها غير احنا بيناتنا 100 100 1000 1000 20 20 30 30 وان شاء الله الرحمن الرحيم نشوفوها كيما الدراري الصغار تلعب وعندها ماشي هكا ما تضحك ما نشوفوها ان شاء الله تضحك وتلعب وماشي ماشي ما يعجزوا اللسان شكرا بارك الله فيكم يا ناس الخير يا ناس الخير ونعاودوها اللي عنده شي غيره واللي عنده شويه عاطفه شويه حنان يشوف هذه البنت هاجر يشوفها ويديرها امانه راه في قلبها ويديرها كبنته كيف
كل واحد عنده الابناء تاعه واللي ما يحس ماهوش انسان. انا نظن اللي ما راهش جبر وين يدي الخير، ها هو الخير، الخير راه قريب، الخير قريب، واللي ما راهش قادر يبحث على هاد الناس. وما غير الخير هذا اللي غادي يديره، ما غادي يديره حتى الواحد، غادي تجبره وربي راه يقول لك باللي من دي الخير غادي يضاعفه لك اضعاف مضاعفه. ماهوش غادي يقلعه من روحك تولي صاي فقير، راك غادي تزيد تخدم على روحك. وحنا مانا الا همزه وصل، ونشوفوا الشباب ان شاء الله ربي يجازيهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. امين.